مختلفين نشوف الكرة الخطيرة دي. المحاولة من الطرف الأيمن إلى محاولة إرسال العرضية من طحنون، لعب الكرة أليكسيس بيريز على الأرض يا ولد، على الأرض يا ولد. قلت لك الوصل دائما في أول ربع ساعة يتقدم، وأليكسيس بيريز في قذيفة في الدقيقة 15 أرادها الوصل مبكرا، أرادها الوصل مبكرا بقذيفة من أليكسيس بيريز. أول أهداف الوصل في أرضية الملعب، الوصل يعود لعادته في أول ربع ساعة يسجل. شوف هنا كرة من لوري، الضغط اللي كان موجود عليه من طحنون، ثم بعد ذلك تاكاشي أوتشينو إلى طحنون للعب الكرة بالعرض. شوف هنا العودة بعد ذلك، هوب على الطاير، صاروخ على يمين أحمد حمدان. الوصل يتقدم بالأول، الوصل يتقدم بالأول، ها هو قطار الوصل يصل مبكرا إلى محطة خورفكان بأول أهداف المباراة، 1-0 لأحمد حمدان. جوناثان فييرا اللي هقول لكم قصته يا ولد يا ولد، لسه بقول لك بالرغم انه هم متأخرين بهدف، لكن الرد أتى سريعا يا عمر، الرد أتى سريعا يا عمر. عمر كيتا يسجل التعادل لخورفكان، هدف التعادل لخورفكان، لكنه هدف روعة، هدف روعة. مرسوم رسم الهدف ده، مرسوم رسم الهدف ده، طار في الجو وبراسه ارتقى وأسكنها بالتعادل. الكربي عرضها وكيتا خطفها بالراس، قوية قوية قوية. اتفرج عليها يا أسناني، اتفرج عليها يا أسناني. ها هو عمر كيتا يعيد المباراة لنقطة البداية. لسه والله من دقيقة بقول لك بالرغم إن خورفكان متأخر بهدف، وهنا الفرحة، هنا الفرحة على مشجعي خورفكان في أرضية الملعب. اللي لابس كاب أخضر ده شكله مش غريب، الولد اللي لابس كاب أخضر ده شكله مش غريب. في الأيمن إلى فابيو دي ليما، دي ليما، دي ليما، عرضية حلوة 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 حلوة. الوصل ممتع، الوصل ممتع، الوصل يعود سريعا، هدف روعة يؤكد ما نقوله، من أراد المتعة فليلعب مع الوصل، من أراد المتعة فليشاهد الوصل. هدف مزيكا، هدف مزيكا، لحن وصلاوي روعة، هنا لحن العودة ولحن التقدم للوصل بالهدف الثاني. يا سلام، شوف الانطلاقة، شوف الانطلاقة، فابيو دي ليما مرجعها ونيكولاس خيمينيز خلصها. 2-1 2-1، لكن لا زالت فصول المباراة تبدأ حتى الآن. لكن خيمينيز، شوف فابيو دي ليما مرجعها وهنا ريحها في المرمى، وأي تريحة. حب الوصل فطرة من الطفولة أيها المشجع الجميل. علي نقل الكرة لأليكسيس، عرضية حلوة حلوة من نيران الصديقة، من نيران الصديقة، يتقدم الوصل بالهدف الثالث. عبد الله الرفاعي أراد إبعادها ولكنه أسكنها شباك أحمد حمدان. الوصل 3 خورفكان 1. شوف هنا الكرة، علي صالح إلى أليكسيس بيريز، عرضية، عبد الله الرفاعي حط قدمه، غيرت اتجاهها، تسكن الشباك. 3-1 3-1، هدف ثالث لمصلحة الوصل. أليكسيس لعب العرضية زي ما الكتاب بيقول، بسكرو لفة بالعرض، عدت من عبد الله الرفاعي راحت لكايو، لكن عبد الله قال حط رجله، طبعا يعني صعبة عليه. وهدف ثالث لمصلحة نادي الوصل. سلطان الشمسي عايز يلعب عرضية، لعب عرضية قوية، عدت الكرة ومرت، يا سلام بيدرو بافلوف، حتى وإن كان بحلول متوسطة، على طريقة بافار، هدف طبق الأصل من مونديال 2018، بافار في مرمى الأرجنتين وبافلوف الأرجنتيني في مرمى الوصل. يا ولد يا ولد يا سلام، ارجع لمباراة فرنسا والأرجنتين، ارجع لهدف بافار، وهنا تمتع بهدف بافلوف. يا سلام، 2 خورفكان 3 الوصل، وبيدرو بافلوف يسجل الهدف الثاني، يسجل الهدف الثاني.
الظهير الايسر اللي منضم من نادي الظفره. محاوله وهنا الاستلامه وهنا الكوره وهنا التسديده، هنا التعادل من خرفكان، هنا التعادل من خرفكان، هنا ماتيوس يعود للخور، ماتيوس يعود للخور، هدف ثالث، هدف ثالث، 3-3، عاد خرفكان يا ساده، عاد خرفكان يا ساده، 3-3، هدف ثالث الآن في أرضية الملعب، يعود خرفكان ويستغل النقص العددي. يا ميلوش يا ميلوش بقول لك اعمل اصلاحات في دفاعك، لان خرفكان قريب من هدف ثالث، ما كملتش دقيقة، ها هو خرفكان يرجع في المباراة. نتيجة مجنونة، نتيجة مجنونة في مباراة مجنونة، 3-3. يطلع له لكن لوري يلعب بينية حلوة إلى ماتيوس، ماتيوس بعرضية حلوة، الرابع لخرفكان، الرابع لخرفكان، بيدرو أنريكي، 4-3، قلبها خرفكان رأسا على عقب، رأسا على عقب، قلبها خرفكان، عاقبهم خرفكان بهدف رابع. ماتيوس كلمة السر اليوم هو ماتيوس، ولكن سعيد أحمد، سعيد أحمد اللي بيسجل تاني أهدافه هذا الموسم، سعيد أحمد وتغييرات مثالية وناجحة من السيد دانييل سايلا. شوف لوري، شوف لوري، شوف لوري يا ولد يا ولد، على البينية إلى ماتيوس، عرضية تسلل من الخلف، هرب قبل الجميع وسجل الرابع لخرفكان. 4-3، ماتيوس يقدم مباراة العمر.